استقرت حالته الصحية وحان وقت مغادرتي للمستشفى. هو البطل العريف أول مصطفى العلاجي الذي كان من بين رجالات الحرس الوطني في الكمين الغادر الذي نصب لهم في سيدي علي بلعون. وبعد يومين من الحادثة سمح له بالمغادرة، وكان في توديعه رئيس إقليم صفاقس للحرس الوطني وثلة من الأمنيين المعبرين بهذه اللفتة عن حجم التضحيات التي يقدمها أسلاك الأمن لحماية الوطن. خرجنا في مهمة واللي صار صار وكهو، وإحنا ندافع على تونس وعلى بلادنا وإن شاء الله تتكاتف الجهود بين الأمن والمواطن والعباد الكل باش نجموا نقاوموا هالظاهرة هذه. خرجوهم البلاد. حالتي لاباس مبدئيا الحمد لله يا ربي. نحب نشكر الإطار الطبي الكل والزملاء الكل واللي حاطة حتى متاع القنوات التلفزية والراديو والعباد المجتمع المدني والزملاء حرس الشرطة سجون المدير العام مواطنين الكل على يعني على الوقفة اللي وقفوها معانا واللفتة الباهية. ثلاثة حالة مستقرة، واحد خارج اليوم إن شاء الله عنده جرح على مستوى الفخذ. مصطفى العلاجي لم يكن الوحيد من المصابين في هذه الجريمة النكراء. العريف أول إبراهيم العكريمي والوكيل رضا الفندوري اللذان تحسنت صحتهما وفي القريب العاجل سيغادران. أما العريف أول أحسن الدعاسي فهو لا يزال في الإنعاش رغم تمثل حالته إلى الشفاء. ربي يرحمهم شهدينا، ربي يرحمهم وربي صبر عائلاتهم. وزوز الاخرين بالنسبه عنده كسر على مستوى اليد اليمنى، مش نزيدوا اليوم بانسمون سوزاجي ان شاء الله خاتمه بالبنج. وثالث كيف مش قاعد مراقبه اليوم ان شاء الله يخرج غدوه ان شاء الله. بالنسبه لنا في الانعاش فايق لاباس عليه ان شاء الله، وان شاء الله في حاله مستقره. قطره دم من اخواننا الامنيين راهي ايترا دم عنا نحن. رغم ذوكم خيانا ورساله الى الشعب التونسي انه يعني يتخلى على السياسه، سيب السياسه وقف على بلادك، اقف على بلادك، راهي بلادك فاختر ان تو يعني في حاجه للمواطنين انه باش يساندوا الامنيين. على الاقل عوالنا من هضم يروا به كشعب احنا هنا نارو، فما كاحزاب وكل شيء فهمتني، على الاقل يروا وضعيتهم. هذا صاحب الصغيرات يعلم به ربي يخرج من غير صدريه ولا هكذا، هذا زاد كيف يخرج فهمت من غير فهمتني زاد كيف صدريه فهمت باش يحمي روحه، هذاك يعلم به ربي زاد كيف عازب فهمتني. فهمت يخدم على عائلة زادة، فهمت يخدم عنده أبوهم ويعلم بيهم ربي زادة كيف. وأما عن الحادث فهو كمين جبل نصبه مجموعة من الإرهابيين قصد ضرب أمن تونس وسيادتها ودخول بها في حالة من الانفلات والفوضى، استشهد على إثرها ستة من الحرس الوطني الذين امتدت إليهم يد الغدر الآثمة. مدار مهجورة مش مهجورة، هذا معهد ثانوي حسب المعلومات متوقعين فيها سكان، مشينا انا اساس معنا منطقه دار اهل السكان وكل شيء، ما رانا انه كامين معنا تشبه بصوره للباقي يوقع في سوريا مثل دار فيها حيط منقوب وفيها كل شيء، وعندنا شويه صوره تقرب لها شوي. وقعنا في كامين احنا حبتنا الكرام كل شيء على اساس باش نعيطوا على مول الدار نسهلوه هذا يسموه تمشمش الا ما حد بدو طلق من اطلاق نار كثيف. هم في سط الدار متمركزين ومخرجين سلاحاتهم ماك المواقع بتاعهم وبدو يضرب فينا بالكرتوش. مقدم من 12 ل 15 نعم لا عاديين مش وقت وجوههم لابدين هم تحت حيطهم تحت كل شيء عاملين كل كاب مثل نفق نفس الصورة بتاع باقي وقع في سوريا بالنفق النفق يخرج من غادي يطلع من غادي. اعتبرنا نحن ضربوا من الاولاد الوالا اعتبرنا احنا بدينا نرجعوا في اطلاق النار كثرنا عليهم اطلاق النار وكل شيء ويخرجونا من النفق خرجونا من بلاصه اخرى. نحب نوجه رساله شكر اول ما نبدا بسيد مدير العام امر الحرس الوطني وبعد على اللي قام به وجانا وزارنا وبارك الله فيه هو اللي جو معاه كل من تونس كوادر نتاع الحرس الوطني وخاصة مدير إقليم حرس الوطني بصفاقس ورئيس منطقة حرس الوطني بصفاقس. المؤسستان الأمنية والعسكرية قدمتا أرواحا فدا لهذا الوطن العزيز في كل شبر من تراب تونس الذي ارتوى بدمهم الزكية، فتحية تقدير وعرفان بالجميل لكل الأبطال الذين استشهدوا في سبيل هذا الوطن.